السلام عليكم ازول في اللون. خرج عنا عاوتاني واحد قال لك خبير اقتصادي ولا خبير سياسي من كوريا الشرقيه، قلت بان تونس ولايه جزائريه. اولا خاصو يكون تعرف التاريخ، التاريخ ديال تونس. تونس كانت تتسمى افريقيا قبل من لافريك ما تسمى لافريك، كانت تونس تتسمى افريقيا. افريقيا دونك المنبع ديال افريقيا تيبدا من تونس، هذه وحده. ثانيا كانوا لي كارتاجين، كاينه كارتاجين والحضاره الكارتاجينواز اللي كانت هي اللي محتله الجزائر قبل من الاتراك. دونك الجزائر اللي كانت ولايه ديال تونس، هذه ثانيا. ثالثا اجي اخويا كيفاش نتوما ولايه وغادي تكون عندكم ولايه؟ نعم نتوما ولايه فرنسيه، لان ماكرون لحد الان هو اللي لا هو اللي نصب وزير الماليه في الجزائر. دونك نتوما تابعين لفرنسا، دونك نتوما ولايه فرنسيه. منين الفرنساوي حطيتوه في وزاره الماليه ديال بلادكم، دونك نتوما تابعين لفرنسا، دونك نتوما ولايه فرنسيه. وهل يعقل ان ولايه تكون عندها ولايه؟ وتونس انا ما جايش باش ندافع عليها، راه عندها رجالات يدافعوا عليها. غير انا بغيت نفكرك بانك ولايه فرنسيه، ما تنساش. سير انا جاي.